مصطفى لاودي الكلمه اللي هي سي عبد القادر. نعم نعم سير تما. اذا تحضر معنا كان اول مره كان هو مصطفى الدريدي كنا كنهضروا على الدوريات اللي كانوا كيتخاموا في العهد ديالنا في الوقت اللي كنت انا خدام في وزاره الشعب الوطني. هذاك الوقت كنا هو وخا كنا جالسين في المقهى ديال النجمة وذكرنا على هاد الدوريات اللي كانوا كنقولكم انا علاش انتم ما تخدموش تساعدوا الدريد عليا شنو الناس ضعيفين وهذا الشيء ما عندهمش امكانيات يكونوا فراغ. شكرا سي عبد الاله إذا المونديال يمكن يكون إضافة دعم كرة تنمية كرة القدم بالعلاش. أنا اللي كنضيف ليا كرة القدم بالعلاش كيف الشهر الناس يخدموا حسنية حسنة ماشي كيف اللي كنشوف دابا حاليا الناس ما كايناش ما هوش ولاد كرة القدم في العلاش مابقاوش شي لأن أفكار كاينة وهما فين هما حطوا أفكار ولكن كيخصو حتى منهم هذا هو المشكل اللي كنعيشو حنا.